السلام عليكم. اليوم رانا رايحين نعملو صحن اللي نحطو فيه الباتيسري ولا الكيك، يعني صحن واحد، هذا طبقة واحدة فقط اللي يحطو فيه الكيك ويحطو فيه الباتيسري. في هذا الطريقة هذه نسحقو طبسي، طبسي عادي، انا نحب هذا الطبسي الشفاف احسن، يعني بزاف شباب. وراح نختار هذا الكأس، هذا النوع، هذا تاع الكأس هذا. انتم اي كأس تحبوا تستعملوا، تقدروا تستعملوا هادو تاع الفلون، تقدروا تستعملوا الكأس تاع اللاتيه، ولكن لا كولور لازم تكون نفس اللون مع اللون الصحن، يعني لازم يكونوا نفس اللون. كأس الكوكا كولا تقدروا تستعملوا هاد الكيسان، وكذلك تقدروا تستعملوا هاد الكيسان هادويا، يعني اي كأس اللي تحبوا انتم استعملوا، معليش ماشي مشكل. كيما قلت لكم انا عجبني هذا الكاس، هذا اللي حبيت نستعمل، شباب عجبني الشكل تاعو، راح نستعمل هذا الكاس هذا. كذلك عندي هنا هذا الغيبو هدايا، يعني انتم تقدروا تستعملوا اي يعني كيما هادويا، انتم تقدروا تستعملوا اي غيبو يعني اللي يعجبكم واي لون مفضل عندكم. انا استعملت هدايا، انتم تقدروا تستعملوا يعني الفضي، ولا ما عندكم شهادة تقدروا تستعملوا الفضي. وكذلك انا عندي هنا هاد العقاش هدايا كيما راكم تشوفوا فيهم، راني نحيهم بالوحدة هكذا. وهاد العقاش هدايا بما انه راح نستعمل دوغي يعني اللون ذهبي، انا فضلت اني نستعمل هاد الاشياء هادو تانيك لانه فيهم اللون دوغي، لون ذهبي، يعني راح نستعملهم. اذا كما راكم تشوفوا انا بديت نحي فيهم، يعني منا نحيتهم منا هكذا، يعني يتنحاو هادو راح يتنحاو فاسيلمون، تجبدوهم برك يتنحاو. هذه لا ميم شوز، تجبدوها تتنحى، يعني نفس الشيء. راح نبداو، باش نبداو انا راني رايحه نحط هنايا لا كول، يعني اللصقه راح نلصقها هنا. هذا الكاس هكذا كما راكم تشوفوا راني كملتها. ولا ملصقت لكمش بهذه اللصقه هذه، تقدروا تستعملوا لصقه تاع بيستولي، يعني اي لصقه اللي تلصق هذه مع الزجاج. الان الطريقه تاعي الثانيه، راح نحطوا كامل هادو هنا هكذا باش يبان الكاس شباب من الاسفل. هنا كيما راكم تشوفوا انا نكيل هنايا، راني كيلت هذا، يعني نتوما هذا راه رايح يجيني هنا داخل هاد الحفرة هادي. هاد الكأس ديجا راني كيلتو، رايح يجيني داخل الحفرة هادي. نتوما ولا عندكم كيسان واحد اخرين كيما هكذايا، لازم عليكم باش تكيلو هنايا، كيلو بيناتهم باش تحطو، يعني لازم تحطوه في الميليو في السنتر. اذا انا هنا في هاد المرحله هذه راني شديت هاد البلاستيك هذايا اللي يدوب بفضل هاد البيستولي هذه تاع البلاستيك هذه، تدخل تبروشيوها في تريسيتي وتدوب، تلقاوها عند هذاك اللي يبيع تاع العقاش وهادو كامل، اللي يبيع تاع الملابس يعني تاع الخياطه تلقاوها عنده. اذا انا راح نحط هنا داخل الحفره هذه اللي راح نحط هذيك سوبر هاد لاكول هذه، راني نبريسي عليها منا من الفوق باش تحبط من داخل هذيك الحفره، لانه انا كيلت لقيت هذاك الكاس راح يجي داخل هذيك الحفره تماما، وهذه تنشف رابيدمون. اذا من الاحسن انكم تكونوا شويه خفاف. والان راح نحطها ديريكتومون فوق هذاك الكاس، لازم تشوفوا جيدا ملي راح تدخل مع الحفرة متجيش معوجة. إذا نزيرو عليها هكذايا باش تنشف هكذا. الآن كيما راكم تشوفوا هنا الآن مازال ما كملناش، رايحين نزيدو نزينو هذا أكثر بهاد الغيبون هدايا، رانا رايحين نحطوه منا من الطرف كامل، يجي داير كامل على هاد الصحن.
هنا كيما راكم تشوفوا هنا راني نحط اللصقه كامل هنايا وراني نلصق في هذا هكذا بهذا الشكل. راح نكملها كامل هنايا ونرجع لكم. هذه هنا راح نقصوها هكذا، رانا كملناها كامل. يعني انتم تحبوا تزيدوا تزينوها اكثر تزيدوا تزينوها اكثر كما راكم تشوفوا هنا. حتى لهذوك الاشكال راهم يبانوا منا من الداخل، يعني شكل رائع. إذن كانت هذه طريقة عمل صحن الكيك ولا الباتيسري ولا أي شيء تحبوا تسموه، يعني ولا أي شيء تحبوا تقدموها فيها. إن شاء الله تكون عجبتكم هذه الطريقة. هذه كما كنتم تشوفوا هنا الداخل كاين هذوك الأشياء اللي حطينا تاع شبح. إن شاء الله تكون عجبتكم هذه الطريقة هذه، وكذلك نفس الشيء يعني كي تحبوا باش تصلوا هذه ما تصلوهاش، يعني تمسحوها فقط بالنابكن بالبابي هكا تاع لا كويزين. هذا فقط يعني ما تصلوهاش. ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الطريقه هذه، ولا عجبتكم مالكم غير تشاركوا في القناه تاعي وديروا جيم لهذا الفيديو هكذا باش يلحقكم جديد ان شاء الله. والسلام عليكم.